مساء الخير، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حديث القاهره من القاهره والناس. 3 ابريل، اهم حدث في العالم. مصر تتحدث عن نفسها، التاريخ اليوم يكتب من جديد، نحن نعيد قراءه التاريخ. 22 ملك وملكه يجوبون شوارع القاهره، و 400 قناة إعلامية تتابع الحدث، 60 دولة تنقله على الهواء مباشرة، العالم كله يتابع. ومن القاهرة ومن حديث القاهرة سنستمر معكم لحظة بلحظة، ما تروحوش أي قناة تانية. عندنا هنا هتتابعوا الحدث وهتتابعوا التحليل وهتتابعوا التفصيل، هتتابعوا كل حاجة، مش هنسيب معلومة واحدة من خلال المتخصصين، والشاشة تنقل لكم تحركات الموكب لحظة بلحظة. مساء الخير يا ملكة. مساء الخير يا خيري، ومساء الخير لملوك الأرض وملكات الأرض، اللي النهاردة مع غروب الشمس ينتقل الموكب الذهبي لملوك وملكات الأرض بمشاهدة العالم أجمع. زي ما قال حافظ إبراهيم: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. أعتقد العالم كله هيشوف النهاردة الملوك والملكات في رحلتهم للانتقال بعد 100 سنة، علشان يروحوا لمقر العالم كله، يبقى عارفوا وعارف حضارتهم وتاريخهم بالشكل الجديد اللي هتتعرض بيه في متحف الحضارة. النهاردة مع غروب الشمس ينتقل الملوك والملكات من عالم ميدان التحرير لعالم الفسطاط بكل جماله وروعته، اللي شفناها وشفنا تجهيزاتها، واللي هنشوفها النهاردة بالصوت والصورة مع لحظات الانتقال. انت جاهز اكيد يا خيري؟ انا جاهز جدا، وعندي اسئلة كثيرة جدا. ليه بيتنقلوا المغرب؟ هم كانوا بيدفنوا الملوك بيدفنوا المغرب؟ هل ستتأثر الملوك والملكات بالحركة؟ هل وهم داخل الصندوق هيتأثروا بالضغط الجوي واللي حاصل في الجو، ولا منفصلين؟ ايه حكاية الأنبوبة او الكبسولة اللي هيدخلوا فيها؟ ايه حكاية الحوامل اللي جاية من امريكا مخصوص؟ حكايات كثيرة جدا، ولكن دعونا نسأل اولا، هم منقولين من متحف التحرير الشهير إلى متحف الحضارة ليه؟ تعالوا نشوف تقرير يقول لنا هو إيه متحف الحضارة. يعني بعد قليل هنشوف متحف الحضارة. صحيح. عارف يا خيري، ده هيكون يعني متاحف قليلة جدا على مستوى العالم اللي اتعملت كمتاحف للحضارة، يمكن أشهرها المتحف اللي موجود في كندا، لكن متحف الحضارة المصري في واحدة من الهياكل العظمية بمشتقاتها والأدوات بتاعتها بقالها أكتر من 35,000 سنة، يعني ما بنتكلمش على 7,000 سنة بس. كمان 35,000 سنة؟ 35,000 سنة. جابوها منين من 35,000 سنة دي؟ تخيل. لا، احنا هيكون معانا بعد شوية ضيف مهم هو اللي ممكن يشرح لنا الحكاية، لكن هذا المتحف كمان فيه حوالي 200 مومياء. ناس كتير بتسأل هو ليه ما راحش المتحف الكبير؟ عشان متحف الحضارة ده مجهز بطريقة مختلفة تماما، هو المتحف الوحيد اللي فيه تحليل الدي ان ايه علشان نفهم تاريخ الملكات والملوك وآثارهم، علشان هو المتحف المعد لده، وفوق وقبل وبعد. عندنا أكتر من متحف يا جماعة، القاهرة فيها أكتر من متحف، القاهرة الكبرى فيها أكتر من متحف عالمي. خلونا نروح لميدان التحرير، حيث الحدث الأكبر. ميدان التحرير شكله يفتح النفس، حاجة تفرح. تعالوا نسمع زميلنا العزيز محمد عفت من ميدان التحرير يقول لنا كيف تسير الاستعدادات هناك. مساء الخير يا خيري، مساء الخير يا كريمة. فعلا يعني ميدان التحرير حاجة تفتح النفس وأكثر، يعني مصر كلها النهاردة تفتح النفس. النهاردة حدث عالمي من طراز فريد، لحظات قليلة وينطلق موكب المومياوات الملكية، 22 مومياء لملك وملكة سيتم نقلهم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط. طب ما توصف لنا يا محمد الأجواء عندك، يعني خلينا نقول العالم كله بيرى الآن مصر وهي تتزين لاستقبال موكب الملوك والملكات، لكن كيف هو حال ميدان التحرير بكل تجهيزاته، الأضواء، يعني مسير الموكب هيكون إزاي من أرض الحدث؟ الحقيقة يعني القاهرة كلها جميلة دلوقتي، صحافة يعني وسائل إعلامية أجنبية مهتمة بالموضوع جدا، موجودة في كل مكان. الخيول بتزين الطريق من ميدان التحرير
لحد بوابة المتحف المصري القديم مصطفى بشكل ممتاز جدا. في اهتمام بالغ بالموضوع، الانوار في كل مكان والاضاءات، تم تجهيز المكان علشان يكون مطابق شويه لمصر القديمه او محاكي شويه لمصر القديمه في الديكورات وفي يعني المسله اللي موجوده في ميدان التحرير، يمكن عليها اضاءات مديه الشكل ده بشكل كويس جدا. خليني اقول لك خط سير الموكب الملكي هيكون. طب خلينا الاول لسه في ميدان التحرير قبل ما تكمل معايا خط السير، مين اللي متواجدين هناك؟ عدد القنوات، الصحافه الاجنبيه، المراسلين الاجانب، الاجواء بينهم عامله ازاي؟ الحقيقه المراسلين الاجانب كتير جدا، يعني هو انا يعني راديو وتلفزيون وسوشيال ميديا وفي يعني ما اقدرش اقول لك العدد بالظبط او احكي، لكن العدد كبير جدا. الصحافه المصريه باينه، احنا لوحدينا وهم موجودين في مكان الصحافه الاجنبيه، فباين جدا العدد قدامي، عدد كبير جدا مهتم بالحدث. عظيم. طيب نكمل بقيه المسار من متحف التحرير لميدان سيمون، صح؟ ميدان بوليفار بالظبط. هيكون ال 22 مومياء هيتحركوا او هيتحرك الموكب بيهم من ميدان التحرير سيمون بوليفار، وبعد كده هيرجع يدور مع دوران ميدان التحرير ويمشي بمحاذاة الكورنيش لحد الطريق للمتحف لحد الملك الصالح الأول، ومن منطقة الملك الصالح هيطلع الفسطاط بالظبط. في هيبقى في بعض الأطفال وبعض الطلاب هيبقوا بيستقبلوا هذا الموكب بالأعلام المصرية، ده هيكون موجود. خروج الموكب هيتم بعد لحظات، وفور ما يخرج الموكب هيتم إطلاق 21 طلقة مدفعية، وهيتقدموا عدد من الفنانين على رأسهم حسين فهمي ومنى زكي وسوسن بدر. من المرات القليلة يا عفة اللي تمنيت ان اكون مكان المراسل في هذا المكان، قول لي احساسك وانت واقف في هذا المكان مستني جدودك وجداتك. الحقيقة احساسي يعني انا فخور جدا بان انا مصري، فخور جدا بان العالم كله النهاردة بيشوفنا، فخور جدا بان التاريخ ماشي على ارض مصر، التاريخ المصري فعلا ماشي على ارض مصر. العربيات الحربيه هنا يا سيدي ما اقدرش اوصف لك شكلها عظيم قد ايه، الخيول، الزي، الموسيقى، كل حاجه هنا جميله وتدعو للتفاؤل وتدعو للفخر حقيقه. احنا متشوقين جدا جدا محمد ان احنا نتابع معاك خطوه بخطوه اللي بيحصل، وهنرجع لك مره تانية علشان نسمع بتفاصيل اكتر مع الانتقال. واحنا شاكرين جدا للمعلومات والرؤيه اللي اديتها لنا من هناك مع كل الشغف، لكن من كلام محمد لكلام من يسعد جدا بذكر اسم مصر على كل الالسنه في العالم، وهو تحديدا قائد مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كتب من دقائق بيقول: قبل ان يستقبل الملوك والملكات ويأذن بالتحرك بكل الفخر والاعتزاز، اتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير الى المتحف القومي للحضارة المصرية. ان هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في اعماق التاريخ. كملي. بيقول: إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام الذين صنعوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه وهو طريق البناء والإنسانية. خلونا نروح نشوف هذا المتحف العظيم اللي هيستقبل ملوكنا وملكاتنا. ليه متحف الحضارة؟ نشوف هذا التقرير، وبعدها سينضم إلينا ضيفنا العزيز الدكتور حسين عبد الصبور، مدير عبد البصير، مدير مركز الآثار بمكتبة الإسكندرية وأستاذ المصريات المعروف. أهلا بيكم من جديد، والبداية والحديث عن الملوك والملكات وأهمية هذا المتحف اللي شفنا بعض اللقطات والصور ليه، متحف الحضارة اللي حيمتلئ بكل ما يدل على الحضارة المصرية من فجر التاريخ لحد النهاردة. فخلينا نقول إن الحديث حيكون أكثر عمقا مع ضيفنا اللي مشرفنا جدا في استوديو حديث القاهرة والناس، هو الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة اسكندرية. وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مبروك لمصر. مبروك لمصر ومبروك لنا والعالم كله. يوم سعيد النهاردة، يعني نقدر نقول مصر اليوم في عيد. صحيح. ده صحيح، العالم كله بيبص النهاردة على حدث فريد. ليه حدث فريد؟
طبعا انتقال المومياوات المصرية الملكية العظيمة الخاصة بملوك الدولة الحديثة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، ده حدث عظيم. أنا كنت بشتغل في هذا المتحف، كنت مشرف عليه من 2009 ل 2011 واشتغلنا على هذا الملف متحف الحضارة اللي في الفسطاط، متحف الحضارة، واشتغلنا على هذا الملف فترة طويلة. لكن النهاردة أن يتحول هذا الحلم إلى حقيقة، وأجمل ما في هذا الأمر تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث واستقبال حاكم عظيم لحكام عظام، دي رسالة مهمة جدا سيادة الرئيس بعتها. إيه الفرق ما بين، طب ما هم كانوا عندنا، يعني هم في متحف التحرير، هم نفس الملوك والملكات، إيه الإضافة لما ننقلهم لمتحف الحضارة الجديد؟ هو الموضوع ده مخطط ليه من زمان، خد بال حضرتك مش وليد اليوم. متحف الحضارة ده احنا عاملينه مع اليونسكو، كان زمان عملنا إنقاذ آثار النوبة في الستينات، وسنة 78 قررنا نعمل متحفين، الأولاني هو متحف أسوان اللي هو متحف النوبة في أسوان وفتحناه 97، ومتحف الحضارة في الفسطاط كان في البداية 2002 تحديدا، ده من 2002 راح هذا المكان، لكن بداية كان في أرض الجزيرة في الأوبرا، ثم انتقل إلى هذا المكان في 2002 في عهد فنان فاروق حسني وزير الثقافة آنذاك. واخترنا هذا المكان لأنه مكان متوسط في مجمع الأديان، عندنا معبد بن عزرا اليهودي، عندنا مسجد عمرو بن العاص، عندنا الكنيسة المعلقة ورحلة العائلة المقدسة. تطلع حضرتك فوق هذا المتحف تشوف الأهرامات، أهرامات الجيزة، سقارة، قلعة صلاح الدين، مسجد محمد علي المقطم، نقدر نشوف حضارات المعادي وحضارات مختلفة. مكان متوسط، وهو المتحف ده بيأكد على رسالة مصر الحضرية وبيحكي قصة تاريخ مصر منذ أقدم العصور، من إنسان نزلت خاطر 35 ألف سنة زي ما سعادتك تفضلت إلى الآن. فتحنا طبعا هي اللي تفضلت، وأنا عايز أفهم ال 35 ألف سنة. إحنا دايما بنتكلم عن حضارة 7000 سنة، وبنقول إن الملوك والملكات دول عمرهم تقريبا 3500 سنة تقريبا. أيوه، ال 35 ألف سنة دول مين؟ وعندنا أثار تدل عليهم في إيه؟ لا ده احنا عندنا واحد تاني 55 ألف سنة، صحيح، إنسان الكبانية من أسوان. أيوه، بتاع نزلة خاطر ده اللي حالته أحلى صحيا يعني، والجسد بتاعه متواجد، السكيلتون الهيكل العظمي بتاعه. حضرتك لما بتيجي تتكلم في 5000 أو 7000 سنة، حضرتك بتتكلم من بداية العصور التاريخية. العصور التاريخية اللي هي إيه؟ بداية نهضة نشأة الحضارة في مصر وتوحيد الكتابة. أيوه، أول ما تبدأ الكتابة بقى عندك تاريخ. تمام. من 3200 هو ده بداية التاريخ، وتأسيس الملك حراحة أو مينا لمصر وتوحيد القطرين، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، 3 قبل الميلاد و2 ادي 5000. لو حضرتك عايز تتكلم عن تاريخ مصر، تاريخ مصر قديم جدا، ممكن لو اتكلمنا عن العصور الحجريه يرجع ل 700000 سنه. في هذه عندنا اثار بترجع للعصور طبعاً. زي ايه مثلا؟ ادوات حجريه، هي الادوات الحجريه دي هي كانت الاداه الوحيده المستخدمه للتعامل. في ثلاث ادوات، في حاجه اسمها الفأس اليدويه، عباره يعني فأس كبيره كده كان بيصطادوا بيها الحيوان، وهي طبعا ترجع لطبيعه حجم الحيوان اللي كان الانسان بيصطاده. لو حاجه مثلا كبيره يبقى حجم الاله كبيره، لو مثلا حاجه زي الغزال بتطير فبيعمل لها حاجه اسمها الشاظيه زي النصل كده وقوم رميه، وبرده بعد كده الشفره. فكل ده وفقا لطبيعه الصائد وطبيعه الحيوان اللي بيصيده. أيوة. والمرحله دي مجسده في متحف الحضاره اللي بينتقلوا المومياوات، موجوده طبعا في متحف الحضاره، لان احنا عندنا متحف الحضاره فيه 6 قاعات لسه تحت الانشاء. طبعا في حاجه اسمها العرض المركزي او قاعه العرض المركزي، دي بتدي تاريخ مصر كله في ناتشيل كده، او في 5000 سنه في 5 زي حضرتك تبص تشوف فيها حوالي 1600 قطعه اثريه. المومياوات تحتها في قاعه تانية افتتحت منذ فتره اللي هي خاصه بالحرف والصناعات في مصر عبر العصور. احنا من خلال هذه القاعات بنقدر نقول عن مظاهر الحضارية التي مرت بها مصر عبر العصور، منذ ما قبل التاريخ، التاريخ الفرعوني، الفترة اليونانية الرومانية، الفترة القبطية، الفترة الإسلامية، العصر الحديث، العصر المعاصر، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ده مجسد في هذا المتحف بمشتملاتهم. يعني مثلا خلينا نقول الجوانب المختلفة، قرأت ان في جوانب مختلفة خاصة بالفكر والمعتقدات تمام. هم ابرز الظواهر والمظاهر الفكرية والمادية القديمة مصر القديمة. والشيء العظيم برضه ان احنا بنتكلم فيه عن التراث كمان الشعبي، وده فولكلور. موجود، يعني كان عندنا اساتذه عظام بيشتغلوا معانا هذا الملف، وعملنا فيه شغل عظيم جدا. حضرتك تتكلمي عن الزار، تتكلمي عن المولد، تتكلمي عن السيده العذراء، عن الموالد بتاعت سيدنا الحسين او السيده زينب، كل الكلام ده موجود، لان دي قصه الحضاره في مصر. وهذا المتحف لا يعتمد على الاثار فقط، نعتمد فيها على المالتي ميديا ابلكيشن زي التاتش سكرين، زي الرينج اللي حضرتك تمشي عليه وتبص تشوف الاثار وتاريخ مصر. عفوا والدكتور زي حواس قال لنا ان هذا المتحف معد بطريقه غير كل المتاحف،
في الحفظ والقراءة والعرض. يعني اللي هيروح المتحف ده هيستطيع انه يقرأ ويسمع تاريخ مصر أطلع. تاريخ كل ملك من الملوك دول وحكايته وكده. بالنسبة للمومياوات دي طبعا طريقة العرض هناك اكن حضرتك داخل على هذا الملك في حجرة الدفن بتاعته في مقبرته في وادي الملوك في البر الغربي للأقصر. واخده نفس الشكل. نفس الشكل في ده الجديد. وحاجة بتحط الملك، الموميا، التابوت، الاكسسوارز بتاعته، الادوات التي وجدت معه، الدراسات التي اجريت على هذه المومياء، جي ان اي للحامض النووي، وسيتي سكان، الاشعه المقطعيه، والعلاقات البينيه. مثلا عندنا واحد زي توت عنخ امون، كنا زمان واحنا طلبه بندرس ان هو ابن امنحوتب الثالث وملكتيه. الدراسات الحديثه اثبتت ان هو ابن اخناتون ونفرتيتي، لا وملكه من بنات امنحوتب الثلاثه، خمس بنات. في ناس بتقول نفرتيتي، واحد اسمه داتسون بريطانيا لسه عامل نظرية في شهر اكتوبر اللي فات بس لسه غير مؤكدة، وفي واحد تاني عالم بريطاني ايضا قال ان ملكة اسمها كيا كانت اميرة ميتانية وجوز امنحوتب الثالث، بعد كده تجوز اخناتون، لكن هي غالبا واحدة من بنات امنحوتب الثالث الخمسة. وطبعا زي ما حضرتك عارفة جواز الاقارب سبب مشكلات للملك توت عنخ امون. هو حكم مصر عنده 9 سنين، وحكم 9 سنين، مات عنده 18 سنه وكان بيعاني وكان عنده مشاكل صحيه عديده نتيجه زواج ابوه الملك اخناتون من اخته من الملك. مش نتيجه اصابته بالملاريا؟ ما هو ده اصابه الملاريا بس، كل الامراض دي كانت نتيجه الامراض الوراثيه. طيب انا بستاذن حضرتك، واحنا معانا مديره المتحف المصري في التحرير الدكتوره صباح عبد الرازق. اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، احنا مقدرين جدا انك في قلب المعمعه. ممكن تقولي لنا ماذا يحدث الان في متحف التحرير؟ المتحف الحقيقه يعني شكله رائع، مبنى المتحف فعلا واجهاته كلها مضيئه بشكل جميل جدا، العربات الرائعه موجوده في حديقه المتحف المصري اللي بتقل المومياوات الدولة الحديثة، وأيضا مومياء سكن الرع. الحقيقة المنظر رائع جدا، شارع العالم متزين اللي هو أمام المتحف على طول، ميدان التحرير كله طبعا مستعد لخروج هذا الموكب الرائع اللي إن شاء الله يكون موكب فخم، موكب مبهر للعالم كله بإذن الله. إن شاء الله لحظات للتاريخ أستاذة صباح. لكن طبعا كل الناس اللي عشقت وتاريخها ارتبط بالمتحف المصري في التحرير هي كمان بتسأل، بعد انتقال كل الأثار، العدد الكبير من الأثار اللي اتنقل للمتحف المصري الكبير، ودلوقتي المومياوات بتنتقل لمتحف الحضارة، إيه هو مصير المتحف المصري بالتحرير بكل تاريخه؟ المتحف المصري فعلا زي ما حضرتك قلت ليه تاريخ عريق، ليه تاريخ كبير جدا. بدأ في سنة 1835 عندما تم إنشاء متحف في منطقة الأزبكية، ثم نقل المتحف إلى القلعة، ثم تم افتتاح متحف مصر في منطقة بولاق عام 1858، ونقل متحف بولاق إلى الجيزة عام 1891، وأخيرا تم افتتاح المتحف المصري. أستاذة صباح بس أنا عايز أقول للسادة المشاهدين، إحنا بننقل لهم حالا حالا من ميدان التحرير المشهد اللي هم شايفينه، والناس اللي قاعدة ومترقبة وواقفة خروج الملوك والملكات، منظر مشرف جدا جدا جدا. المراسلين والصحفيين من كل أنحاء العالم مجهزين كاميراتهم عشان ينقلوا هذا الحدث، ومصر مصر تتحدث بعد كل آلاف السنين من جديد وتوقظ الملوك والملكات في موكب مهيب. أستاذة صباح، إحنا شفنا صور للملوك والملكات ملفوفين في علم مصر، هل هم هيخرجوا بهذا العلم؟ لا يا فندم، ده الصندوق الداخلي اللي هو موضوع داخل السياره اللي بتقول المومياوات، العربه نفسها بقى اللي هتاخد المومياء هي مكتوبه عليها اسم الملك باللغه المصريه القديمه بالكتابه الهيروغليفيه، ومكتوب ايضا باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. دي السياره اللي هتقول المومياوات الملوك، هي ديت اللي هيراها العالم كله. طب استاذه صباح، يعني اتكلمنا كتير وسمعنا كتير عن الكبسوله، كبسوله النيتروجين اللي هيتم وضع فيها المومياوات للحفاظ عليها حتى وصولها الى متحف الحضاره. تقولي لنا من امتى بالظبط تم تجهيز الكبسوله دي؟ هل يعني في اختبارات معينه تم وضعها؟ يعني الوضع ايه دلوقتي في بالنسبه للمومياوات في الكبسولات بتاعته؟ تمام، ده من عدة شهور فعلا تم وضع المومياوات داخل كل مومياء داخل كل كبسولة مخصصة ليها. الكبسولة دي مليئة بغاز النيتروجين اللي بيحافظ على درجة حرارة معينة مناسبة للمومياء
وايضا نسبه رطوبه مناسبه لجسد وخلايا الموميا. قبل طبعا وضع الموميا داخل الكبسوله تم عمل تعقيم وصيانه للموميا تعقيم كامل، كما تم توثيق كل موميا على حده وفقا لسجلات المتحف المصري، ايضا والسجل العام اللي منشور فيه المومياوات الملكيه. دكتور استاذه صباح، هل بخروج الملوك والملكات فقد المتحف المصري في التحرير جزءا من بريقه قد يؤثر على حركة السياحة فيه؟ لا، عمر ما المتحف المصري ان شاء الله يفقد بريق ليه، لان المتحف المصري بيضم كنوز كثيرة جدا، كنوز بترجع لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كنوز معروضة في الطابق الارضي ومعروضة في الطابق العلوي، زي كنوز كنيس، كنوز يوليا وتوريا اللي تم اعادة عرضها منذ 3 أعوام، كل دوت باقي في المتحف المصري وهيفضل موجود ومعروض، وايضا التطوير اللي بيحدث في المتحف المصري هيكون ايضا من وسائل الجذب للزياره في المتحف المصري. طيب سؤال اخير استاذه صباح، هل في يعني هيظل المتحف بيعمل في عدد ساعاته الرسميه بدءا من بكره، يعني المتحف شغال زي ما هو؟ ايوه يا فندم، من بكره ان شاء الله شغال من الساعه 9 صباحا حتى 5 مساء يوميا، وحتى ايام العطلات الرسميه والاجازات. احنا بنحييكم على كل المجهود اللي انتوا عملتوه وعلى هذا الحدث التاريخي، وشكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اديتيها لنا الاستاذه صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، كل الشكر. السيده انتصار السيسي كتبت منذ قليل على صفحتها، اعتقد ده فيسبوك، تحتفي مصر اليوم بحدث استثنائي فريد من نوعه، نقل المومياوات الملكيه الى المتحف القومي للحضاره بمدينه الفسطاط في مشهد يعبر عن عظمة تلك الحضارة العريقة التي قدمت وما زالت للإنسانية إرثا فريدا ومتنوعا يساهم في تقدمها وازدهارها. أفتخر بانتمائي لتلك الحضارة العريقة وبحجم العمل والجهد الذي قام به المصريون لإبهار العالم في تلك المناسبة المميزة. ده طبعا كان كلام السيدة انتصار السيسي اللي نشرته من دقائق قليلة جدا، يعني تفاعلا مع هذا الحدث العالمي وعودة للنقاش حول المتحف، متحف الحضارة، مع ضيفنا العزيز الدكتور حسين. دكتور حسين، في هذا المتحف ايه اللي ممكن يكون فيه مغري جديد لينا كمصريين وللسياح الاجانب؟ وليه ما راحش المومياوات دي، ليه ما ودناهاش المتحف الكبير مثلا وهو معد وضخم وهائل وملاصق للاهرامات، يعني جنب اخواتهم وجدودهم؟ هو متحف المتحف المصري الكبير ده هو انا بقول عليه بيت توت عنخ امون الجديد. عندنا نعم. فيه عدد من القاعات مخصصه لتوت عنخ امون، وهو متحف للاثار المصريه بامتياز مع بعض الاثار التي ترجع الى الفترات اليونانيه الرومانيه. اما بالنسبه للمتحف القومي للحضاره فهو من البدايه مقرر نقل هذه المومياوات الملكيه، خصوصا المومياوات الخاصه بعصر الدوله الحديثه، من المتحف المصري في ميدان التحرير، المتحف الام اللي كلنا بنفتخر به وننتمي اليه، ولن يهمل هذا المتحف، بل بالعكس الاثار هتعرض فيه بشكل عظيم وهيبقى يعني دائما ايقونه ميدان التحرير. فالمتحف القومي للحضاره المصريه في الفسطاط المومياوات هتعرض فيه بطريقه جذابه وشيقه ومتميزه، لانه ده احد المظاهر العديده التي نفخر بها. احنا دايما بنيجي نتكلم عن مصر القديمه. طب انا هستاذنك لان لسه قدامنا دقيقه واحده والموكب يبتدي. انا اعتقد معاكي تليفون. معانا الدكتور الغزالي كسيبه، مصمم المتحف اللي بنحتفل بيه النهارده وانتقال المومياوات ليه، وهو متحف الحضاره العظيم بالفسطاط. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور الغزالي. اهلا وسهلا. مبروك كل هذا الزخم الاعلامي الذي سيسلط على هذه التحفه المعماريه وايضا التحفه الحضاريه للعالم كله بتاريخها. التصميم كان مستوحى من ايه؟ هو التصميم لمتحف او لمكان بيختلف عن الاماكن اللي كانت محطوط فيها المومياوات ومحطوط فيها وبيتحط فيها الاثار. هو ده مش متحف اثار، ده متحف حضاره. بمعنى ايه؟ الانجازات بتاع العقل المصري القديم الى الان، ابداعاته وابتكاراته هي اللي مفروضه في هذا المتحف انها تعرض، يعني حدوته الحضاره وليست القطعه المعروضه. بمعنى ان عرض المومياوات في المتحف هنا ما يشابهش عرضه في المتحف المصري حاليا، وكان ما يشابهش عرضه طبعا في المتحف الكبير.
لانه راح في منطقه في مكان بتعرض فيه قصه الحضاره المصريه بمعنى الانجاز الكبير للعقل المصري خلال الفترات. يا دكتور الغزالي بستاذنك، انا اعتقد احنا ابتدانا الان فورا هيبتدي موكب المومياوات، مش عايزين نحرم حضرتك ولا نحرم المشاهدين من هذه اللحظه، وتسمح لنا نرجع لك تاني ان شاء الله. هنا الحضارة، هنا حديث العالم، العالم يصمت وهو يشاهد حضارتنا، شيء يدعو للفخر. لابد هنا أن نذكر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدور اللي قام به هو والدكتور زاهي حواد. ثم كنا بنتكلم مع الدكتور حسين عبد البصير لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا المسألة مش نفاق، المسألة هي واقع. شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي اللي أكملت مثل تلك المشاريع، سواء كان المتحف الكبير أو متحف الحضارة. رؤيته لصورة مصر المتكاملة، القاهرة القديمة التي سيتم تفريغها عشان تبقى القاهرة القديمة بتعود بمتاحفها، بالسائح اللي هيجي يستمتع بدون زحام، بدون توتر، بدون تأخير، بدون تلوث. فبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خلانا النهارده نفخر باننا مصريين، ويخلي اولادنا اللي ما يعرفوش حاجه عن بلدنا. ولا يا دكتور؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد الروح لمصر والمصريين، واحنا عندنا حاجه شهيره جدا في مصر القديمه اسمها وحم مسوت، بمعنى تجديد الميلاد او النهضه او البعث من جديد. واللي بيقوم به الرئيس السيسي حاليا في مصر هو ذلك الامر، إعادة مصر وخلقها من جديد. وعندنا في مصر القديمة كانوا بيقدسوا ملوك محددين هم اللي عملوا النهضة، زي الملك مينا، زي الملك منتحطب، زي الملك أحمس. فأعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في هذه المرتبة بعد حاكم عظيم زي محمد علي باشا. أعتقد أن الإنجازات اللي تحصل حاليا في مصر لم تحدث منذ عهد محمد علي باشا. الزميلة قالت معلومة حضرتك صححتها لما قالت أن ده كان في وادي الملوك، الملوك دول كانوا في وادي الملوك. احنا عندنا طبعا خبيئتين، الخبيئة الاولى كانت في الدير البحري واكتشفت 1881، وفي خبيئة اخرى اكتشفت في مقبرة الفرعون الملك امنحتب الثاني في البر الغربي للأقصر في وادي الملوك. فطبعا عندنا خبيئتين، على ان ما يعني مومياء حتشبسوت اكتشفت في مقبرة 60 ومومياء اخرى اكتشفت في مقبرة اخرى، فكله جاي من البر الغربي للأقصر وليس من وادي الملوك تحديدا. أي. فهي دي الزميلة قالتها وبنصحها للجمهور، وهي كله بالأقصر المدينة العظيمة التاريخية العريقة. بما اننا اتكلمنا عن الاحياء، سواء كان احياء التاريخ او احياء الملوك والملكات تاني وجعلهم في الصدارة بعد الاف الاف السنوات، طيب كنا بنتكلم انا وخيري في بداية التغطية عن ليه فكرة مع غروب الشمس، يعني هي بتعيد للأذان طبعا الدراما المصرية والأفلام المصرية، وعودي يا هميس وعودي عند شروق الشمس أو غروب الشمس، والشمس دائما مرتبطة بالحضارة المصرية. طبعا الشمس هي نقدر نقول قسم مشترك الأعظم في مصر القديمة، لأن الديانة الشمسية وعبادة الشمس والإله رع دي منذ أقدم العصور. المصريين القدماء دفنوا في الغرب في عالم الظلمات على أمل الحياة في العالم الآخر عندما تشرق الشمس من جديد في الشرق. فلذلك كانت فكرة البعث والخلود، الغروب ثم الشروق، وهذه متوالية الحضارة المصرية. ولولا البعث والخلود ما كانت مصر الفرعونية. مصر كانت حضارة تقدس القديمة، كانت تقدس الموت، لكنها كانت تحتفل بالحياة أيام احتفال، لم تكن حضارة تقدس الموت فحسب. الموت كان بوابة للأبدية، والحياة سرمدية ليس من ورائها فناء. هذه عظمة مصر. تعلموا حكاية البعث والخلود منين؟ من حركة فيضان النيل، من شروق الشمس وغروبها، يرموا البذر في الأرض تطلع زرع. فعرفوا هذه الفكرة وبدأ ينتجوا هذه المفاهيم، وسبقوا العالم. قبل ما كانت الدنيا كلها في الظلمات كانت مصر القديمة هي التي تبدع الحضارة وتؤسس للثقافة جديدة وفكرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا يعني مش هتكلم كلام رسمي، أنا فخور جدا 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 إن أنا مصري. أنا يعني اللي حصل والمشاهد العظيمة اللي احنا شفناها لهذا الموكب وهذا الأداء وهذا النقل وهذا السمو وهذا الرقي وهذا الإبداع في وسط ملوكنا، مومياوات ملوكنا وأجدادنا الكبار على مدى آلاف السنين انتقلوا بما يليق بهم.
انتقلوا ويستحقوا مننا كل تحية وإجلال. وأنا بشكر كل من ساهم في هذا العمل العظيم اللي بيقول إن إحنا كويسين قوي وإننا نقدر جدا على كل المستويات. إحنا ممكن أن نصنع أحداثا ضخام، أحداثا هائلة بهذا المستوى العالمي. خلوني قبل ما أرجع لزميلتي العزيزة عايز أشكر شركة ميديا هاب سعدي وجوهر على هذا الأداء العظيم جدا يستحقوا عليه التحية، المايسترو نادر عباس والأداء العظيم مع فرقته الضخمة أكتر من 100 عازف شيء عظيم، واللغة المصرية القديمة التي استخدمت في الغناء. الفيلم لتامر عشري، المخرج تامر عشري اللي كان عامل المادة الفيلمية اللي كانت موجودة. شركة كي فيلم برودكشن، كي فيلم برودكشن عادل عبد الله اللي نقلت هذا العمل العظيم. المخرج عمرو عزيز من دي ام سي والجهد اللي عامله. هذا الاداء اللي احنا عايزين نشكر الناس واحد واحد، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى ان يقدم مصر بالصوره التي تليق بها. مصر تستحق الكتير، واللي قدمته النهارده كتير طبعا. انا فرحان، كلنا فرحانين، وعندما ناتي للحضاره والتاريخ يصمت العالم وتتحدث مصر. تحدثت بكل هذا الجمال والرقي والروعة، الموسيقى وهذه المؤلفة الموسيقية البديعة اللي قاد الأوركسترا فيها نادر العباسي، اللي ألفها على فكرة هو هشام نزيه المصري جدا. الغناء زي ما شفتوا واستمتعتوا، الكورال من أروع ما يكون، التصميم، الرقصات، الملابس، أداء الفنانين، شخص من أعظم ما يكون. يعني خلينا نقول الأغنية المصورة لمحمد منير اللي كانت موجودة في النيل بكل هيبته وجلاله وعظمته. ومصر هبة النيل وستظل هبة النيل. الغناء اللي كان موجود بالموسيقى والأغاني المختلفة اللي زي ما شفناها، ريهام عبد الحكيم، أميرة سليم، نسمة محجوب، أصوات هي أصوات مصرية صميمة، كل واحد فيهم بيعبر عن لون بقوته، سواء كانت أوبرا أو شرقي أو حتى غناء عربي. الآلات الموسيقية المستوحاة اللي تم إدخالها اللي موجودة على جداريات المعابد بكل هيبتها وعظمتها، سواء كان الناي أو الهرب أو حتى الآلات الوترية زي الشبيهة بالعود، يعني قمة العظمة. لكن اللغة بقى المصرية القديمة اللي تم الغناء بيها غناء صحيحا كما نشر، ده اللي هنسأل عنه هنا ضيفنا العظيم. بس خلينا نشكر زملائنا، زميلاتنا الإعلاميات اللي قدموا الحفل، ياسمين جاسمين طه زكي وآية الغرياني ونردين فرج. التلاتة أدائهم مشرف جدا، وجوه مصرية أصيلة، وجوه مصرية جدا صحيح. وبنشكرهم جدا على هذا الأداء في هذه الظروف وهذا الحدث الضخم، يستحقوا منا كل تحية. كل فرد مد صباعه وقف دقيقة لهذا الإنجاز العظيم له منا كل التحية. الممثلين والممثلات كمان يا خيري أكيد مش هننساهم. الممثلين كل حد، أنا بقولك اللي صباعه تمد صحيح، فيعني خدي كل الناس، أي حد لازم يفخر انه كان في حدث زي ده. كل الكورس والكورال والمشاركين من المدفعيه، الفرقه العسكريه، كل شيء، كل شيء. يعني ما العربات الحربيه اللي كانت بتتحرك قدامهم في الموكب، ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا مصري يا جدعان، انا مصري. قول يا دكتور. طبعا يا وليلة من ليالي العمر، وليلة ولا من ألف ليلة، ومن أجمل الأعمال والإبداعات، وبتؤكد على عظمة مصر وروعة التاريخ، وأن التاريخ ولد في مصر وسيظل في مصر بفضل الله، لأن التاريخ ومصر ولدوا مع بعض وهم توأمان متماثلان. أنا سعيد جدا بكل ما قدم، بحضور السيد الرئيس، بسيد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العماني، سيد رئيس الوزراء، سيد رئيس طبعا مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محافظ القاهرة، وزارة الإنتاج الحربي اللي عملت العجلات الحربية، دار الأوبرا المصرية، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. كل هؤلاء العظام، الوزارة بتعمل يعني نقدر نقول منظومة عمل واحدة وليس جزر منعزلة تحت قيادة الرشيدة لقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا يعني بنغزو مصر بالقيمة الثقافية والحضارية، وبنغزو العالم بكل هذه. طب يا دكتور حسين، النهاردة كان في مفارقة لطيفة، أن ما فرقه التاريخ جمعوا المصريون النهاردة. طبعا حتشبسوت وتحط مستالي مع تحط مستالي.
الراجل اللي قتل الست والست اللي كانت ما اعترفتش بيه كملك، فاجتمعوا النهارده واستقروا في مكان واحد. هو طبعا هي مفارقه تاريخيه خطيره، هو ما حصلش قتل، بس هي حتشبسوت اختفت من المشهد السياسي بعد فتره، وكان فتره غامضه، وتم تدبير اثارها على ايد تحتمس الثالث وخلفائه فتره لاحقه في عهده، لكن هي كانت شخصيه عظيمه، ولا ننسى الدور اللي هي عملته برضو في تربيه وتعليم تحتمس الثالث اصول الحكم والعسكريه المصريه، حتى اصبح نقدر نقول الفرعون الذي لا يقهر. ليه ما اعترفتش بيه؟ هي كانت، لا هي في البدايه كانوا مشتركين في الحكم، لكن زي ما حضرتك عارف السلطه واغراءاتها، وهو كان ولد صغير، يعني كانت عمته كانت عمته وصيه عليه، فشافت في نفسها ان هي قادره على حكم البلاد منفرده، فنحته من المشهد جانبا. وهو برضو كان من الذكاء بمكان، اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، علم نفسه بشكل عسكري، اتعلم في المعبد، اتعلم في حاجات يعني فنون راقيه، الى ان اصبح اعتقد يعني ممكن يقول لها ايه، شفت قد ايه انا كنت ناجح، اكيد بعد أكيد الزمن ده كله انت ظلمتيني بس انا نجحت، فممكن الظلم في حد ذاته يؤدي للنجاح، فالواحد مش لازم يقصر. والتاريخ المصري القديم لم تكن المراه فيه تتصدر المشهد كملكه متفرده بالحكم، ولكن حتشبسوت ايضا رغم انها تفردت بالحكم الا انها قدمت لمصر اشياء عظيمة جميله وعظيمه وجليله، يعني من منذ الاسره الاولى، يعني وحتشبسوت، سبك نفروه، نيت حاطب، مش نفرتيري، نفرتيتي طبعا زوجات معاونات للملوك، لكن في ملكات منفردات، يعني مش حتشبسوت بس حتشبسوت الحاله الشهيره الاكسبشنال كيس يعني، والواضحه لانها كانت اكتر من 100 راجل في حكم مصر، وصلت بمصر لبلاد بونت، لبلاد بونت، عملت مسلات الدير البحري، سيده يعني عظيمه بالشكل، كانت زراعيه لانها كانت تؤمن ان ما تزرعه ستحصده، هم جابوا البخور من بونت وزرعوه في معبد الدير البحري. دكتور حسين، يعني حضرتك موجود معانا ومش هنقدر ما نتكلمش على المقطوعات اللي باللغه المصريه القديمه اللي اتغنت وبالشكل ده واتلحنت، هل ليها معنى معين؟ عرفت ان فيها مقطوعات من كتاب الموتى. هو طبعا يعني تجربه غناء اللغه المصريه القديمه دي عملناها قبل كده في تجربه سابقه، كتاب الموتى الفرعوني اللي هو بيرت مهرو او الخروج الى النهار، وقام بترجمته استاذنا الدكتور محمد صالح، وغناه الموسيقار شريف محي الدين، واحنا عندنا في مكتبه الاسكندريه بنعمل هذا الامر من خلال كتاب الموتى الفرعوني، فهي تجربه جميله ومسبوقه، يعني من خلال اللي قام بيه الدكتور صالح والموسيقار شريف محي الدين، لكن النهارده طبعا مقطوعات عديده مع الموسيقار هشام نزيه، مع المايسترو نادر عباسي، مع كل هؤلاء المغنيين الاوبراليين العظام بيعيدوا لمصر امجادها وتاريخها العظيم، واحنا بنحس ان احنا رجعنا لمصر الفرعونيه، وكل مصر دلوقتي بيفخر بمصر القديمه. مصر القديمه في بعض اللحظات قالوا لنا دول ناس مش كويسين، دول ناس كفر، الكلام ده طبعا مش صحيح على الاطلاق. مصر هي التي ابدعت الدين، هي فجر الضمير، هي اصل الانسانيه، هي اعظم ما انتجته البشريه الى الان رغم مرور كل العصور، فعلينا نفخر اننا مصريين، والناس كلها في كل العالم بيكلموني الوقت على الواتساب عشان يشيدوا بهذا. كانوا بيتفرجوا، انا شايف ناس بتبعت لك من بره، ومن عمان الدكتور عصام السعيد والطلبه معاه، طلبه عمانيين بيدرسوا الاثار والتاريخ المصري هناك، فخورين بهذه الحضاره. مصر هي رائده العالم العربي ورائده التنميه، رائده العالم العالم كله، بس العالم العربي بيفخر بمصر، وهي طبعا هي مبدعه التاريخ وصناعه الحضاره. وأي نجاح وجمال في مصر يعني وفي العالم العربي. سعيدنا بيك جدا، انا سعيد جدا بوجودي معاكم والله، عارف انك اليوم في قنوات كتير، انا بشكرك انك شكرا لحضرتك انك تكون معانا، ده شرف عظيم ليا في هذا اليوم العظيم واليوم التاريخي. بنشكرك جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. عايز اقول لكم انا مصري وافخر، وعندي اللي استند اليه، عندي تاريخي، انا مصري وافخر باللي بيحصل في مصر دلوقتي، أنا مصري وأفخر بإن البلد اللي قالوا انتهت، واللي قالوا خربت، واللي قالوا خلاص بتبيع نيلها وبتبيع أرضها، اللي قالوا بتبني مدن جديدة وعواصم جديدة والناس مش لاقية تاكل، اللي قالوا 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 مصر زي ما بتبني إسكان راقي يليق بالناس الغلابة، مصر اللي تعثرت كتير ولو أي بلد غيرها ما كانتش وقفت تاني، مصر اللي وقفت وهي بتبني وبتبني عواصم وبتبني مدن وبتعمل امتدادات علشان توفر كواليتي حياة راقي يليق بهذا الشعب، بتعمل النهاردة عرض عظيم لمن حكموا العالم، لأول من خلق في البشرية، لأول من صنع التاريخ، لأول حضارة جمعت مومياوات ملوك التاريخ المصري القديم، 22 ملك وملكة، 18 ملك و4 ملكات،
كانوا ماشيين بزهو من التحرير العظيم ودمدن التحرير العشوائي اللي بقى شيء عظيم لحد متحف الفسطاط اللي كان مقلب زبالة وبقى مكان عظيم متحف الحضارة. مصر اتغيرت وبتتغير، واللي عنده حضارة زي دي وساند ظهره عليها ما يقلقش وعمره أبدا ما هيقع، وخلي اللي يقول يقول. وإحنا عندنا العربات الحربية وعندنا الموتوسيكلات وعندنا تاريخ الخيل وعندنا الرافال وعندنا قواتنا المسلحة وعندنا الأرض الطيبة اللي كل يوم بتطلع مبدعين وعباقرة عملونا العرض اللي شفناه النهارده.